هلو، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانتو تشوفوا فيديو اليوم، انا جميلة من قناة جوجو فاشن. اليوم الفيديو يتكلم عن ما قد ولا احد سواه في اليوتيوب، بس يعني في ناس سواه في اليوتيوب، بس انا اخذت فكرة تانية عنه. يعني هسوي نفس الطريقة اللي هي في الانستغرام. الانستغرام هيطلع لكم على الشاشة دحين، وانا هسويها بفكرتي بانستغرام اللي فيه له استطلاع الرأي. ايوه، فانا راح اسويها بس بفكرتي بطريقتي، وما قد ولا احد سواها في اليوتيوب بفكرتي. فيلا نبدا ونشوف ايش نسوي. انا دحين راح انزل في الانستغرام صورة. طبعا انا دحين شويه جيعانه لانه دوبي راجعه من المدرسه، فبكتب لكم دحين في استطلاع الراي اذا اكل اول شيء اكل، بعدين احل وجباتي، وانتم حتصوتوا اكيد. بس يلا دحين حنزل الصوره، واستنى 10 دقائق وابوريكم هي. ودوبي حطيتها وحستنى 10 دقائق وراح ارجع لها. يا الله، شفتوا ايش صار في السنابه في الفيديو اللي قبلها؟ طلعت 50% أروح أحل وجباتي، 50% أروح أكل. فا أكيد رح أشي أكل بعدين رح أروح وأحل وجباتي، تعادل كان. طيب خليكم معنا. والحمد لله دوبي خلصت أكل، ودحين جا على بالي أغير شنطتي للمدرسة يعني. فصورت لكم في الإنستغرام إني ألبس شنطة جوتشي أو ألبس شنطة ستريت. اتوقع انه هذه ماركتها الشنطة ستريت. ف يب، خيرتكم، بستنى كمان 10 دقائق وبرجع لها. وزي ما انتم شايفين اخترتوا لي شنطة جوتشي، و انا دحين ما اعرف ايش اسوي، خلصت مذاكرة واجبات كل شيء، بس انا دحين ابغى اقرا كتاب وبتفرج على الجوال. يعني ايش تختار؟ بحط لكم دحين التصويت وبشوفكم ايش تختاروا. وزي ما انتوا شايفين حطيت التصويت في الانستغرام، كتبت ايش اسوي، اجلس على الجوال او اقرا كتاب، فطلع 50% و50% كذا. فحقرا كتاب اول شيء بعدين اجلس على الجوال. ودحين انا خلصت، وزي ما قلتوا لي جيبوا شنطه جوتشي، عبيت الاغراض فيها، ودحين راح اروح اسوي اي شيء. فكنت اقرا كتاب انا دحين وبجلس على الجوال، فححط لكم تصويت وروحوا صوتوا له. وهنا برضو نفس الشيء، كتبت لكم ايش اقرا كتاب، حديث المساء ام حديث الصباح. طلع 67% حديث الصباح، حديث المساء 33%، فحاقرا حديث الصباح. وهذه كانت نهايه الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت. واذا تبون اسوي لكم جزء ثاني، يعني اذا تبغوا اشياء معينه انزلوا بسرعه اكتبوا لي في الكومنت عشان الفيديو الجاي اسوي لكم هو